تواصل دولة الكويت تقديم المساعدات الإنسانية بهدف العمل على تخفيف العبء عن المحتاجين والمعوزين ومد يد العون لهم بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة. وفي هذا الصدد طبعا بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتجهيز شحنة مساعدات للمتضررين من الأمطار والسيول في السودان لتستكمل مسيرة العطاء التي دأب عليها أهل الكويت. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهواء من المطار العسكري الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت. نواف صبحك الله بالخير ويعطيك العافية في هذه الرطوبة طبعا والجو يعني ما يخالف. الله يعطيك العافية وبارك الله فيك وبارك الله في عملك. نواف، جمعية الهلال الأحمر الكويتي تواصل تقديم مساعدات للمتضررين من الأمطار والسيول في السودان، لو تحدثنا أكثر عن هذه المساعدات. صباح الخير نجيب، وصباح الخير مها، وايضا اصبح على ضيفكم الكريم الدكتور مساعد العنزي، وصباح الخير كل من شاهدنا الان عبر برنامج العالم هذا الصباح. مثل ما تفضلت، احنا الان متواجدون في قاعده عبد الله المبارك الجويه في مطار الكويت الدولي في منطقه صبحان، وكما ترون من خلفي طائره عسكريه تابعه للقوه الجويه الكويتيه، تم يعني تحميلها في العديد من الاهداءات الى الاشقاء في جمهورية السودان، وذلك بسبب يعني الأوضاع التي حصلت هناك من الفيضانات والسيول الأمطار. فيعني هذا ليس يعني شيء يعني بغريب على التنسيق اللي يكون هنا من خلال وزارة الدفاع وزارة الخارجية، الأخوة الأفاضل في جمعية الهلال الأحمر الكويتي بإرسال هذه الإهداءات إلى الأشقاء، وهو يعني يرسخ مدى عمق العلاقات الأخوية الكويتية والسودانية. ولكن حتى نعطي للمشاهد الكريم تفاصيل أكثر حول هذه الرحلة أو هذه الطائرة العسكرية التابعة للقوة الجوية الكويتية وما على متنها، يسعدنا يكون معنا الآن الأستاذ خالد الزيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي. أستاذ خالد صباح الخير وقواكم الله، وهذا ليس بغريب عليكم كجمعية الهلال الأحمر الكويتي في عملية التعاون ومد اليد العون سواء في الكويت أو حتى خارج الكويت، ولكن تحديدا حول الطائرة العسكرية التي بخلفك الآن، نبي نعرف تفاصيلها ومتى تقلع. طبعا بتوجيهات من القيادة السياسية وبمتابعة حديثة من الهلال الأحمر الكويتي، تنطلق أولى طائرات الجسر الجوي إلى أخواننا وشقائنا في السودان، نظرا للأوضاع المأساوية، نظرا الفيضانات والسيول مؤخرا ضربت السودان. طبعا الطائرة محملة بأربعين طن من المواد الإغاثية والصحية ومستلزمات الطبية والمواد الطبية، راح تكون متوجهة بعد قليل إن شاء الله الطائرة إلى السودان. بمتطوعين الهلال الأحمر الكويتي سيشرفون على توزيع هذه المساعدات بالتعاون طبعا بسفارة دولة الكويت في السودان، والتنسيق والتعاون أيضا مع الهلال الأحمر السوداني. أستاذ خالد، بالنسبة لهذه الطائرة، هل هي أول طائرة وهل هناك جسر جوي سوف تتبعه من طائرات؟ هذه أول طائرة، وإن شاء الله تكون هناك عدة طائرات أخرى توجه إلى السودان. لكن قبل أسبوع كان هناك فريق ميداني من الهلال الأحمر الكويتي وزع بالتعاون طبعا مع الهلال الأحمر السوداني مواد إغاثية وخيام في عدة مناطق وولايات في السودان. طبعا التنسيق والتعاون مستمر، والهلال الأحمر الكويتي سينظم إن شاء الله خلال الأيام المقبلة حملة تبرعات لإخواننا في السودان بالتعاون طبعا مع وزارة الشؤون من خلال السوشيال ميديا إن شاء الله، من خلال موقع الإلكتروني. سيكون هناك توجه كبير أكيد من المحسنين والمتبرعين والقطاع الخاص دعم هذه الحملة التبرعات. أستاذ خالد زيد، كل الشكر لك على هذه التفاصيل وعلى تلبية دعوتك معنا، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الرحلة أو حتى الرحلات الأخرى إن شاء الله. ولكن أيضا نحن متابعين معكم كقطاع الأخبار وشؤون قطاع الأخبار والبرامج السياسية في كل عملكم الخيري، كل الشكر لك. شكرا لك نجيب. يعني مثل ما تفضل الأستاذ خالد الزيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتفاصيل حول هذه الطائرة العسكرية التابعة للقوة الجوية الكويتية هي يعني عبارة عن مواد غذائية ومستلزمات طبية وصحية وغيرها من الإهداءات من الشعب الكويتي إلى أشقائنا في جمهورية السودان، ونتمنى لهم إن شاء الله السلامة وإن شاء الله يطلعون من هذه المحنة. نعم. زميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم.